دار عليه برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى تلقاوهم لي كومونتير تحت الفيديو في اليوتيوب. قالوا لكم علاش جو في سهريه احنا نحكيو في بواتا وكلهم الناس الكل تشرب في جو دورانج؟ بس ديالي فسر لكم الرؤيه من وراها. هذه مش رؤيه، هذه الحقيقه. كي بدينا التورناج نهار اللي نحن وقت الكباري هذيك، وقتها ليل 27 نتاع رمضان، واضح هما حتى اللي كيف حتى شهاب ومنطا معناها قالوا لي خلينا نعبيو حتى دبابس بالماء واحد نحطو. الحقيقه الدكتاتوري في كل الامور هذه معناها دينا مع العلم اللي هو راهو بزدير، لكن تتفكروا معايا الاولاد قبل رامي عايش عمل حبيتك انا الكليب فيه حليب اي والناس كل وقت عجبتهم قالوا اي مش فنجون عنده بالضبط. انا سامحني انا نقصد على خاطر ما عليكم اليوم اللي انتم مش بكم حاطين جو في بلاصه ماهيش متاع جو. الوقت اللي لينا رامي عايش عملها بالحليب قلنا ليه على خاطر هذايا في اطار اللي هو يحافظ على العائلات والشعور العام و و و هذه دكتاتوريه مني. واني عامل 30 كليب في عام ما عمري ما ظهرت للكل في الكليب. راني كونسوماتور معناها من غير ما نكذب عليك باش ما نقولش اما لا تروج اما ما نحبش. كي نحكيو على اكثر من 3 ملايين فيو في 8 ايام تقريبا الكليب هبط نهار 1 جويليا واليوم احنا نهار 9 جويليا، نحكيو على برشا فلوس قاعده تدخل للكيب والا البلتي وزازا برك. باهي فسر لك حاجه. فسر الكليب اني كمخرج والا نحن كستاف تكنيك نتفاهموا مع الفنان على مونطون معين قبل ما نبداو الكليب نتاعنا. واضح. ومن بعد هذيك زاد يخدم على روحه هو وش يوتيوب نتاعو يعني ما عندناش عليه حتى دخل. واضح يخلص برشا على حكاية الفيو على حسب معلوماتكم. راهو النمبر دو فيو سيرتو راهو النمبر دو فيو في تونس راهو مش كيما العالم الاخر. في العالم ياخذوا على الفيو قد على كل فيو ياخذوا فلوس. على كل مليون فيو قداش ينجموا ياخذوا لي رابور؟ كان خليت 200 دولار كان خليت اقصى تقدير هذا 200 دولار. واضح هذيك مساحة على التوضيحات هذه الكل.